عالم التعليم وتذكر التذكير الحث على اتمته الله وسنته الله سبحانه وتعالى الى حضره النبي. ضالين امين. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على النور المبين سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فكل مصنف في اول كتابه لابد ان يبدا بالبسمله والحمدله والصلاه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من وجائب التاليف. كذلك في هذا الكتاب اتبع ما عليه بقيه المؤلفين. فاشار الحبيب احمد بن زين الحبشي الى ان هذه الرساله مأخوذة من كتب الإمام الغزالي قدس الله روحه وأعاد علينا من أنواره وأسراره. وهذه مسائل، قال الرسالة، قال وهذه، إذا أشار المصنف في مقدمته باسم الإشارة إشارة إلى ما في ذهنه أن المقدمة متقدمة على التصنيف، عاد ما في مسائل، عادها لا زالت في ذهن المصنف بينثرها لنا وبينها لنا. فهذه مسائل، والمسائل جمع مسألة، وهو مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. قال هذه مسألة، مطلوب خبري، سؤال كذا كذا كذا، مسألة كذا كذا كذا، هذه المسألة مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. نعم. فسميت المسألة مسألة لأنه من شأن أن يسأل عنهم إيش كذا كذا. فلما كان من شأنه، من شأن ذلك المطلوب الخبري الذي يبرهن عليه في العلم أن يسأل عنه، فلهذا سميت مسألة. هلا، فقال فهذه مسائل، هذه المسائل مختصرة ما هي مطولة، والمختصر ما قل لفظه وكثر معناه، قال هذا مختصر، والتحقيق أنه ما قل لفظه كثر معناه أو قل، قال هذا مختصر. نعم. فهذه مسائل مختصرة في لفظها فقط لكن لها معاني كبيرة، مختصر قليل لفظه وكثير معناه، هذا قال مسائل مختصرة. واختصرت الكتب لتحفظ، وبسطت لتفهم، لما تكون مبسوطة حتى هي كما الشارح والحاشية وهكذا. وأما تختصر الكتب كتاب صغير متن، لماذا اختصر هذا الكتب؟ اختصرت لتحفظ، يسهل على الطلبة حفظها. فأشار الإمام الحبيب أحمد بن زين الحبشي شافعي زمانه أن هذه المسائل المختصرة من بعض كتب حجة الإسلام. من هو هذا؟ وارث من وراث علوم سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم. من هو هذا؟ أبي حامد محمد. أبي حامد اسم ابنه، اسمه حامد، يكنى بأبي حامد، يكنى بأبي حامد محمد، من محمد، من محمد الغزالي الطوسي. نعم، الغزالي نسبة لغزالة، غزالة قرية هناك في طوس بالمغرب، طوس بلاد بالمغرب، بلد كبير بالمغرب، طوس في قرية قريب منها يسمى غزالة، هذه محل مولد الإمام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي نسبة لغزالة، الطوسي نسبة لبلد طوس. وما تقول عرف، فغزالة قرية صغيرة وطوس البلد الكبيرة قريب من هذه البلد، قرية يقال لها غزالة. نعم، يقال غزال ويقال غزالي كله صحيح.
غزالي أو غزالي نسبة لغزالة أو غزالي نسبة للغزل للغزل. نعم. فهو إمام الغزالي إمام هذه من أئمة هذه الأمة وحبر من أحبار هذه الأمة رضي الله تعالى عنه، وذلك بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، النبي محمد صلى الله عليه وسلم سماه إمام الأئمة وحبر الأمة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإمام الغزالي أدرك النبي. لا، ما أدرك النبي، هذا في القرن السادس. كيف هذا؟ يعني في رؤية منامية، في رؤية منامية النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإمام الغزالي بهذا الاسم، إمام الأئمة وحبر الأمة، قدس الله روحه ونور ضريحه. نعم. قال سيدنا موسى في رؤيا منامية، إن شاء الله نذكرها فيما بعد، أن حاصل هذه الرؤية قال أنت في علماء أمتي، سيدنا موسى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في رؤيا علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. من مثال من هذا؟ من أمتك؟ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. فأشار الإمام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام الغزالي، قال مثال هذا. قال هذا. فقرب الإمام الغزالي، نادى، قال الإمام الغزالي، قالوا سيدنا موسى ما اسمك؟ قال محمد بن محمد بن محمد الغزالي. قال أنا سألتك عن اسمك، ليش تجيب لي نسبك؟ كله نسبه، أنا سألتك عن اسمك. فقالوا سيدنا الإمام الغزالي الله سبحانه وتعالى يا، قال في القرآن يا ما تلك بيمينك، فيكفي أن تقول هذه عصاي، فقلت هذه عصاي، هذه عصاي أتوكأ بها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، ما سألك الله عن فوائد العصا، فيكفي أن تقول هذه عصاي. فقيل حج الغزالي موسى عليه السلام. فالشاهد هنا لما قال علماء، قال مثال من؟ سيدنا موسى يسأل النبي محمد من أمثال من هؤلاء من علماء أمتك أنبياء بني إسرائيل، فقالوا مثال محمد الغزالي. فباهى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، باهى بالإمام الغزالي سيدنا موسى وسيدنا عيسى، باهى بالأنبياء والمرسلين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعاد علينا من أسراره وأنواره. هكذا فعرف سيدنا موسى وسيدنا عيسى أن هذا المثال حجة الإسلام، من ليس ينعت غيره بحجة الإسلام، يقول الإمام الحداد رضي الله عنه. على نبينا وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم، فهو ذو أحوال سامية ومقامات عالية وأحوال راقية صائبة وأحوال صافية. نعم، فله مؤلفات عديدة وكثيرة في التوحيد، في الفقه، في التصوف. فكان قطب المؤلفين من الإمام الغزالي. نعم، حتى يقول سيدي إسماعيل الحضرمي فالإمام الغزالي، الغزالي سيد المصنفين، الشيخ إسماعيل الحضرمي الغزالي سيدهم، إذا ذكرنا المصنفين فسيدهم الإمام الغزالي. نعم، حتى ابن حرزه مرة انتقد على إحياء علوم الدين وأراد في وقته أن يجمع لحية ويحرقه، فرأى في المنام النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، والإمام الغزالي جاء أمامه يشتكي
يا رسول الله هذا أي كتاب؟ قال هذا الكتاب. فتصفحه النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو يبتسم وأعجب بهذا الكتاب إحياء علوم الدين، وهو يشتكي على ابن حرزه علي، فقالها يشتكي، فحكم عليه بالجلد 100 جلدة النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤيا، في الرؤيا. فقام يشفع سيدنا بكر الصديق، يقول لعله كذا، لعله معذور، حتى قام الإمام الغزالي يتنازل عن القضية، يسامحه من رحمته. بعد الخفف الحكم من 100 جلدة، من مئة جلدة إلى جلدة. فلما جلد بها قام من النوم وأثر تلك الجلدة، وبقي أثرها إلى أن مات. بالرغم أنه بعد ذلك بعد ما سيقظ من النوم رجع عن ذلك، وصار يعظم اللحية ويؤمر بقراءة الأحياء. فأنت أول كان فقيها غير صوفي، ثم صار فقيها صوفيا رضي الله عنه، فصار يحث أهل وقته وأهل عصر على، وصار لنا سند إليه في طريق التصوف، علي بن حرزهم معروف من كبار العلماء، من كبار العارفين بالله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشيخ إسماعيل الحضرمي يقول في الإمام الغزالي أنه سيد المصنفين، نعم، وقد قيل أن الفقهاء والصوفية عالة على الإمام الغزالي، عالة، لأنه اختصر، لأنه اختصر كتب الإمام الشافعي كلها. إيه عنده كتب الإمام الغزالي ايش؟ الوجيز والوسيط والبسيط والخلاصة، هذه كلها مختصر كتب الإمام الشافعي، كتب عظيمة كلها هذه، الخلاصة كلها هذه كتب من؟ مختصرات كتب الإمام الشافعي، فهو عمدة في كتب الإمام الشافعي، الوجيز والبسيط والوسيط. ها في الفقه، كل هذه في الفقه، وهناك في التصوف ما شاء الله حدث ولا حرج. الكتاب الذي لم يصنف في الإسلام مثلك، إحياء علوم الدين، وصية الأولين والآخرين، ووصية الأحياء والأموات لو طلعوا من قبورهم ما بيوصون الأحياء إلا بما في الإحياء. كتاب مقدس، كتاب عظيم، نعم. فهذا الإمام الغزالي حرر المذهب، شيخ أحسن الله خلاصه، فهو صفوة المصنفين. بماذا؟ ببسيط ووسيط ووجيز وخلاصة. البسيط والوجيز، البسيط ووسيط ووجيز وخلاصة، هذه كلها عمدة في مذهب الإمام الشافعي. نعم. وأثنوا على ساداتنا المعالي وأطلقوا العنان في مدح الإمام الغزالي، محبتهم فيه، عبقوها ساداتنا آل بعلوي وأثنوا عليه وأثنوا على كتبه، حتى يقول الإمام الحداد والحجة الغزالي أستاذ الملا، ما شاء الله أستاذ الملا. محيي علوم الدين كم من داثري، محيي علوم الدين كم من داثري، من هو هذا؟ والحجة الغزالي أستاذ الملا محيي علوم الدين، ما شاء الله، من؟ الإمام الغزالي. كم من داثري، هم من داثرة، ها؟ يعني كم من علم اندرس فأحيا هذا الإمام، اندرست علوم القوم حتى صار يتكلم فيها من ليس أهلا، قال الإمام الغزالي.
يا الإمام الغزالي. وأظهر هذه العلوم، محيي علوم الدين، كم من دثر أي كم من علم اندثر ونسي ولم يعلم أصوله، فأحياها الإمام الغزالي قدس الله روحه، وعاد علينا من أسراره وأنواره للدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. هذا يسميه الإمام الحداد الحبر، الحبر، والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة خير كل مشفع. من خير كل مشفع؟ النبي محمد، باها به الأنبياء والمرسلين. مثال من؟ علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل، مثال من؟ قال قم يا غزالي قم، قال مثال هذا. والحجة الحبر الذي باها به أهل النبوة، باها به أهل النبوة، من باها؟ النبي محمد خير مشفع، باها به أهل النبوة، خير مشفع، باها خير مشفع أهل النبوة، باها فعل له، أهل منصوب مفعول، من الفاعل متأخر على المفعول، من خير كل مشفع؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير كل مشفع. وبوضعه لحية فاقع على المصنفين، وبوضع لحية فاقع على كل المصنفين، فيا له من فائق وكمثله لم يوضع. يعني ما مثل إحياء علوم الدين، ما مثل شيء من المصنفات. حتى يقول الإمام النووي كاد اللحية أن يكون قرآنا. إمام النووي إمام في الحديث، إمام في الفقه، إلا أنه مات أصغر من الإمام الغزالي. إمام الغزالي في 55، الإمام النووي في 45، ولو أطال الله عمره لبث العلوم الذي بثها الإمام الغزالي، لأنه كذلك الإمام الغزالي تولى القطبية، الإمام النووي كذلك أعطيها تولى فيها مدة قصيرة. شاهد أنه لو أطال الله عمر مثل الإمام الغزالي لا بث العلوم التي بثها الإمام الغزالي. نعم، رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم وأعاد عليهم من أسرارهم وأنوارهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. حتى يقول سيدي عبد الله بن أسعد اليافعي الإمام المعروف صاحب كتاب روض الرياحين، إمام في العلم، إمام في العمل، يقول في ذلك الكتاب في روض الرياحين أن الإمام الغزالي هو المجدد على رأس المياه الخامسة. لكل مياه يقول هناك مجدد، الإمام على رأس المياه الخامسة مجددها الإمام حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. نعم، حتى قال بعض العلماء أن الناس كلهم في فضلة علوم الإمام الغزالي. فيعني إيش معنى هذا؟ أنهم يستمدون علوم من تلك الكتب، يستمدون منها، أو أنهم يستمدون من مددهِ، لأنه جمع الشريعة والطريقة والحقيقة، رضي الله تعالى عنه. نعم، فيقول الإمام الحداد أن الإمام الغزالي نعمة على هذه الأمة، الحمد لله على نعمة الإمام الغزالي. فهذا الإمام الغزالي من معجزات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نعمة على هذه الأمة، دقق العلوم وغزلها. حتى يقول الإمام الغزالي، الإمام الحداد، أن كل عالم ينقص عن رتبة الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا كلام من؟ كلام قطب الدعوة والرشاد رحيب عبد الله بن علي الحداد. فلهذا ما يحبون السلف الصالح أن أحد يتكلم عن الإمام الغزالي أو يذم كتب الإمام الغزالي، ما يحبونه، ولا يحبون يخالفون الإمام الغزالي في شيء. نعم، الإمام الحداد يقول تشفي الغليل، كتب الإمام الغزالي عندما تطالعها تشفي الغليل، يعني تشرح صدرك
بالعلم النافع التام تشفي غليلك. ليه؟ لماذا؟ لأنها دواء من أمراض القلوب. اكتب من الغزال عند دواء أبد لأمراض القلوب. نعم. من أراد أن يصلح قلبه فليواظب على قراءتها. من أراد أن يصلح قلبه فليواظب على قراءتها. نعم. نعم. فمحبته على يتعين على كل مؤمن محبته. محبة الإمام موهبة لا تكيف. نعم. ما يبغض الإمام الغزالي إلا منافق. وما بيعرف هذا فضل الإمام الغزالي إلا يوم القيامة في الدار الآخرة. فلهذا يقولون لا يحب كتب الإمام الغزالي إلا مؤمن نير القلب. أي قال نور الله قلبه. منصف من نفسه. نعم. لأن كتب الإمام الغزالي ليس فيها تلبيس. كتب الإمام الغزالي كلها توضيح لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فيجزى الله الإمام الغزالي خيرا عن أمة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد دعا الناس بكلامه وبمصنفاته وأرشدنا في تلك الكتب النيرة. نعم. فكل من انشرح قلبه في كتب الإمام الغزالي دليل على أن في قلبه إيمان. نعم. وخلاصة كتب الإمام الغزالي نجدها في مصنفات الإمام قطب الدعوة والإرشاد الإمام الحداد. خلاصتها من السلسلة الإمام الحداد رواناها كلها خلاصة كتب الإمام الحداد. كتب الإمام الحداد خلاصة كتب الإمام الغزالي. بل الإمام الحداد قالوا قصيدة من قصائده جمعت الإحياء والزيادة. عليك بتقوى الله في السر والعلن وقلبك نظفه من الرجس والدرن. هذه القصيدة قالوا جمعت ما في الإحياء وزيادة. نعم. يقول الإمام الحداد ما اجتمع أهل الحق على كمال أحد كاجتماعهم على الإمام الغزالي. فلا يتم لسالك سلوكه حتى يقرأ كتب الإمام الغزالي. فلا بد لكل سالك في طريقه إلى الآخرة في سلوكه إلى في السلوك إلى ملك لا بد من مطالعة كتب الإمام الغزالي. تعرفك عيوبك، تعرفك نقصك، فتعالج قلبك. نعم. فكتب الإمام الغزالي تعينك على السلوك إلى ملك الملوك وتخرجك من شره النفس وشهوة النفس وتخرجك من غلبة الهوى وتخليك بعيد عن شهوات النفس، بعيد عن الهوى، وتعرف بمطالعتها مكايد الشيطان، وأن الشيطان ينصب شباكه يريد أن يوقع الناس في الخبائث، يزينها لهم حتى يستحليها وهي خبيثة معصية، لكنه خلاص يزينها له فيوقع في المعصية وهو لا يدري. منين بنعرف أن هذا حيلة من حيل الشيطان؟ بينها لنا إمام الغزالي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. نعم. هذا يقول مطالعة كتب الإمام الغزالي أفضل من الصلاة النافلة. لأن بتعرفك نفسك. أما الصلاة بتصلي لكن قلبك ملان كبر، ملان رياء، ملان عجب، ملان حقد، ملان حسد، ما ينفعك. لكن لما طالع كتب الإمام الغزالي بتنبهك على ما في باطنك من نقائص، من عيوب، بتتنبه عن ذلك. هذا يقول الإمام الغزالي من طالع الكتب الغزالية كفته عن العمل. إن فيها هي علم وعمل الإمام الغزالي. ومن اشتغل بتحقيقها ومطالعتها تم أمره وظفر بكل خير ديني ودنيوي.
وظيفه بكل خير ديني ودنيوي. نعم. ومن طالع احياء علوم الدين رزق الخوف من الله سبحانه وتعالى. نعم. ومن رزق الخوف عليكم السلام. ومن رزق الخوف لم يعرض له ما يعرض للسالكين في سلوكهم من العقبات، لأن في قلبك خوف الله، ما تخاف من الآدمين، تخاف من الله. بعض الناس لا، يخاف من الكاميرا حق الآدمي بس، في كاميرا تصوره يتنبه لكلامه، يتنبه لكلامه، يتنبه لفعله، يخاف حد يصوره. بعدين الصورة تنتشر في الانستغرام، بعدين يخاف من الصورة. عجيب. وكاميرا ربي بقى تنتشر في السماوات، ويوم القيامة بتشوفها كما يوم تشوف التي في، كما يوم تشوف السينما بتشوفها يوم القيامة. ايه، في العرض الأكبر الأنبياء بتشوف الصورة هذه، المرسلين بيشوفون الصورة، كل صورة. شوف الدنيا بتشوفها يوم القيامة مثل التي في كذا. يرى من لوحدك؟ لا، الأولون والآخرون والأنبياء والمرسلون والملائكة المقربون كلهم يشوفون صورتك. وأنت كل صورك تطلع بعد ذلك. هذا يوم العرض الأكبر. هذا يقول اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة، يوم القيامة يقولك الله اقرأ كتابك، شوف حقك كله تعرض عليك مثل التي في قدامك كلها. كفى. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نحن ما جبنا شيء، وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه أعمالك. هل كذبت؟ إذا كذبت بتشهد عليك جوارحك، بتشهد عليك عينك، بتشهد عليك يدك، بتشهد عليك لسانك، كل جوارحك بتشهد، بتنطق. ها؟ بتنطق يوم القيامة. رضي الله عنه. الإمام الغزالي بيّن لنا في كتبه الجميلة الرقيقة هذه المعاني الدقيقة. نعم. لهذا يقول من لم يطالع الإحياء فليس فيه حياء. مطالعة الإحياء، من طالع الإحياء فقد تحقق بالعلم. فلن تحقق بالعلم. ليه؟ لأنه نعمة الجليس. ونعمة الشيخ. حتى تكفي عن المعلم والشيخ. ولا أنفع يقول الإمام الحداد لأهل هذا الزمان من مطالعة إحياء علوم الدين، فهو حياة في الدنيا وسعادة في الآخرة. ما شاء الله. نعم. ما من النبي يقول كاد الإحياء أن يكون قرآنا. فالعجب كل العجب من ينتقد على الإحياء كأنه ما عنده في قلبه نور الإيمان. كيف وأهل الإيمان؟ والإمام العيدروس الأكبر سيدي عبد الله بن أبي بكر بخبخة في الإحياء، كلام عظيم جم في الإحياء، حتى جمعه بعض ذريته في كتيب، في كتاب رسالة. نعم. وهكذا الإمام الحداد يقول من استشار في قراءة العلم يشير عليه بقراءة كتب الإمام الغزالي، فهي لمن قرأها تكون له هداية. فإذا عرضتها على قلبك فانشرح بها علامة أن في قلبك إيمان، فهي هداية لمن قرأها. نعم. يزكو علمه، أي يبارك الله في العلم. من؟ كل من انشرح قلبه بمطالعة كتب الإمام الغزالي، ولا يعرض له رياء أبدا، بل يكون من المخلصين كل من انشرح قلبه بمطالعة كتب الإمام الغزالي، وكذلك في كتب الإمام الحداد، لأنها صفوة وخلاصة كتب الإمام الغزالي. إيش صفوتها؟ إيش خلاصتها؟ كتب الإمام الحداد، تبيين لما في كتب الإمام الغزالي.
نعم، في احياء علوم الدين فيه جميع العلوم. نعم، فجزاه الله عن خير عن أمة النبي محمد خير الجزاء. الإمام الغزالي صنفه في أخرياته في آخر وقته هذا الكتاب، صنفه بعد ما حصل له الفتح من الله سبحانه وتعالى، فتح له الفتاح. نعم، بواسطة سيد الملاح محمد صلى الله عليه وعلى وسلم، فصنفه بعد ما أعطي الفتح وبعد ما أعطي أحوال الكمل من هذه الأمة، أي بعد أن كمل في جميع العلوم صنف هذا الكتاب. فهذا الكتاب خلاصة علوم الإمام الغزالي. نعم، فمن طالعه وعمل بما فيه رزقه الله الهداية بمطالعة عباده. لهذا كان السلف يتعبدون بمطالعته حتى على غير فهم. نعم نعم، فكل من طالع على حي يقول السلف خرج من دائرة أهل الشقاء. فحب الإمام الغزالي وحب كتبه إيمان ودليل الإيمان. وهذا يقول السلف من أحب الغزالي أحبه الله، فأحب الغزالي على أن أهل العلم وأهل النور وأهل الخشية وأهل الولاية وأهل الصلاح أحبوه وأثنوا عليه. كيف نحن ما نحبه؟ كيف نحن ما نحب كتبه وقد أثنى عليها صفة العلماء من الأولياء والصالحين والعلماء العاملين؟ إذن كتبه خلاص قد أثنى عليها الكمل من الرجال، الكمل من العباد، فما علينا إلا نحن أن نقرأ ما فيها ونعرف ما فيها، وإذا عجزنا عن قراءتها نقرأ كتب الإمام الحداد، فإنها مع صغر حجمها فهي خلاصة لما في إحياء علوم الدين. سيدنا العيدروس الأكبر له بخبخة، أي أثنى ثناء كثيرا على كتب الإمام الغزالي، حتى أنه يقول لا شيء أنفع ولا أرفع ولا أقرب إلى رضا الله سبحانه وتعالى من متابعة كتب الإمام الغزالي. أثنى ثناء كبير جمع على الله. حتى يقول سيدنا العيدروس أن من طالع كتب الغزالي فقد وقع على عين الحقيقة والطريقة والشريعة. إذن العلوم كلها في كتب الإمام الغزالي. نعم، ومن أراد أن العلم النافع أراد أن ينظر لوامع المعارف فعليه بكتب الإمام الغزالي، فطريق القوم كلها فيها في كتب الإمام الغزالي. ومن طالعها ومن أحبها فقد سلك في سبيل يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، خصوصا كتاب إحياء علوم الدين. نعم، وكتاب خاص ألفه بعضه من ذرية سيدنا مهدوس في البخبخة، سماه البخبخة، فيه ثناء عجيب من على لسان سيدنا العيدروس الأكبر في مدح الغزالي ومدح إحياء علوم الدين. نعم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى في يوم الاثنين. النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الرفيق الأعلى يوم الاثنين، إمام الغزالي محمد بن محمد بن محمد انتقل يوم الاثنين في شهر جماد الآخر، شهر جماد 14 من جماد الآخر. من أراد أن يعمل الحولية للإمام الغزالي 14 من جماد الآخر في يوم الاثنين كان انتقاله إلى الرفيق الأعلى سنة 505 من الهجرة. لهذا سمي مجدد على رأس المئة الخامسة، هو المجدد
يقول سيدي إسماعيل الحضرمي كم عمره؟ ما بلغ 60، 55 سنة لما انتقل إلى الرفيق الأعلى، 55 سنة صغيرة. نعم، ولو تتبعنا كلام ساداتنا الأبا علوي في مدح الغزالي ومدح كتب الإمام الغزالي وجدناها كثير، يكفينا ما سمعناه من كلام سيد العيدروس الأكبر ومن كلام قطب الدعوة الرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد. وقد أثنى على كل ساداتنا الأبا علوي، على الإمام الغزالي وعلى كتب الإمام الغزالي. نعم، من عجز عن مطالعة الإمام الغزالي فليطالع كتب قطب الدعوة الرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، فإنها أظهر ما في كتب الإمام الغزالي في كتبهم. نعم، نعم، أحاز ساداتنا لهم صفوة أهل البيت. من؟ أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ساداتنا على بعده، وأهل البيت هم صفوة، صفوة إيش؟ هم صفوة، صفوة الناس وصفوة الخالق، هم أهل بيت النبي وصفوة أهل بيت النبي هم ساداتنا على بعده. نعم، نعم، ذكر الإمام الحداد ذات مرة، ذكر الإمام الحداد ذات مرة الطرق وما أحدث فيها، بعض الطرق أدخل فيها ما ليس منها. نعم، ثم بعد ذلك ذكر عنده طريقة آل أبا علوي، طريقة آل أبا علوي. يقول الإمام الحداد طريقة آل أبا علوي أقوم طريق وأعدل طريق، طريقة آل أبا علوي ذكر لأنه ما وجد عليها انتقاد أبدا، ما وجد عليها انتقاد من أحد أبدا، منصف يعني، لا حاقد أو حاسد. فطريقتهم أحسن الطرق وعدلها، وسيرتهم أحسن السير وأمثلها، يقول سيدي الإمام الحداد، فهي على الطريقة المثلى والمشرع الأوضح والسبيل الأسلم والأصلح. كتب من؟ كتب طريقة ساداتنا آل أبا علوي. نعم، ولا ينبغي لأحد أن يخالف طريقته، فهي الآن في هذا الزمان نسميها سفينة النجاة، خصوصا تلخبطت الطرق وأدخلوا في التصوف ما ليس من التصوف، وأدخلوا في الطرق ما ليس من الطرق، حتى لبسوا على الناس فما عرفوا كيف يجتنبوا الوسواس الخناس. فإذا ركبوا هذه السفينة، سفينة النجاة، سفينة طريقة ساداتنا آل أبا علوي، ما درج عليها السلف الصالح من عليه الإمام الحداد ومن قبله من السلف الصالح. نعم، من ألقى قياده لهؤلاء السادة الأنجاب سلم في الدنيا وسلم في الآخرة، والله يرزقنا محبتهم والسير على سيرتهم، لأنهم على قدم الحبيب محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، وعلى سيرة السلف الكرام، على منهج الكتاب وسنة سيد الأنام محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، فتلقوا هذا المنهج والمشرب الطيب أب عن جد عن جد، أب يتلقى عن أبيه
فيا لك من آبى كرام وأجدادي، أب عن أبيه عن جده عن إلى سيد العلماء والجد الأعظم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكلهم أهل الفضل، فاضل عن فاضل عن فاضل، وكامل عن كامل عن كامل، الذين يتفاوتون في الفضل والكمال، هذا فاضل وهذا أفضل، وهذا كامل وهذا أكمل، يتفاوتون في هذا، وكلهم درجوا على سبيل الكمال، درجوا على سبيل الفضل، كلهم نفع الله بهم وأعاد علينا من أسرارهم وأنوارهم في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. ومن كان من آل أبا علوي أو كان محبا لطريقتهم فينبغي أن يدعو طلبته ويدعو أصحابه إلى المنهج الذي هو عليه، يرشدهم لذلك، تعالوا إلى سبيل النجاة، تعالوا إلى سفينة النجاة، تفضلوا. نعم، لا بأس، ما يأخذ طريقة أخرى لا بأس، على سبيل التبرك، كما لنا سند إلى طريقة الشيخ عبد القادر الجيلاني، سيدي أحمد الرفاعي، طريقة الرفاعية، سيدي أحمد بن إدريس، هذه طريقة، هذه طريقة على سبيل التبرك، نحن عندنا فيها سند، ونقرأ أوراد أبي الحسن الشاذلي، ونقرأ صلوات سيدي أحمد البدوي، ونقرأ هكذا كثير من الأوراد. لكنها هذا ما يعارض كونها منهجنا وطريقتنا طريقة أفضل الطرق، وهي طريقة سادات القوم، ساداتنا آل باء علوي، نعم، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وأعاد عليهم من أسرارهم وأنوارهم. فكثير الطرق، الطرق كثيرة، كثير ما وقع فيها التخليط إلا طريقة آل باء علوي، نعم، ما خالفوا سلفهم ابدا. لكن كثيرا لو جينا بعض الطرق ادخلوا فيها ما ليس منها، خالفوا اسلافهم الا طريقه اهل بعض، هي الخوف، العلم والعمل والخوف والورع والاخلاص. يقول سيدي الامام الحداد لما ساله سيدي احمد بن زين الحبشي، العلم والعمل والخوف والورع والاخلاص، الخوف من الله والورع لله والاخلاص لله سبحانه وتعالى. فلا يتحكمون إلا أولادهم وطلبتهم ومحبيهم، لا يتحكمون إلا على هذه الطريقة. أما على سبيل التبرك لا بأس. الحبيب محمد بن علوي صاحب مكة، شيخ الإمام الحداد الذي أرسل له اللباس، شيخه بالمكاتبات أرسل له اللباس، وكان خليفة عن سيد السادات محمد صلى الله عليه وسلم، يعاتب كثير لمن أخذ من الباء علوي أو من مريديهم أو محبيهم طريقة غيرهم، أي بالتحكيم، بالتحكيم هذا. أما على التبرك له، كل ساداتنا الباء علوي يأخذون من أوراد من الطرق الأخرى على سبيل التبرك، ويأخذون الإجازة على سبيل التبرك. نعم، الشيخ باركوة هذا من السادة الحسنية، جاء من المغرب، نعم، أما الحبيب محمد بن علوي اللي ذكرناه هذا، الحبيب محمد بن علوي بن محمد السقاف الذي كان شيخ الإمام الحداد بالمراسلة بالمكاتب، ما اجتمع به وأرسله اللباس من هناك، وهو لم يجتمع به بأمر من النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، محمد بن علوي بن محمد من ذرية سيدنا بكر السكران بن عبد الرحمن السقاف، سكن مكة وكان مفتي مكة، وقبره هناك قريب سيدتنا خديجة، لمن زار مقبرة الحجون هناك، مقبره هناك معروف، نعم، رضي الله عنه. الشيخ عمر باركوة هذا جاء من سمرقند من بلد المغرب، هلا، و أخذ عنه كثير من حضرموت، نعم، ومات ودفن في حضرموت. الشيخ من؟ الشيخ باركوة معروف بهذا الاسم، نعم،
وقبره هناك في حضرموت في بلد الغرفة. نعم. وجاء إلى بلد حضرموت وأراد أن يحكم ويلقن السادة على الكيفية المعروفة من سيرته وعلى طريقته. وكان من أهل الكشف وأهل الولاية وأهل العبادة وأهل العلم. رأى سيدنا الفقيه المقدم يقول له: اخرج من البلد لئلا تفتن أولادي. فخرج منها هاربا. يغارون على أولادهم وهم في برازخهم، يغارون على محبيهم وعلى مريديهم وهم في برازخهم، وهم بيقوا إلا تحكيم على طريقة، لا بيعطيهم إجازة على سبيل التبرك لا بأس، أما تحكمهم وينقادون لك على سيرتي ما أنت عليه من تحكيم وعهد لا. هذه خصوصية لساداتنا البعلي، لهم مزية وخصوصية في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. نعم نعم. فيغارون على أولادهم وعلى مريديهم في حياتهم وفي برزخهم بعد انتقالهم لما رفيق الأعلى. لماذا زادوا على غيرهم؟ لأنهم آثروا الخمول، ما طلبوا الظهور في الدنيا. وكل خامل في الدنيا مقامه أعظم، حتى الولي الخامل في الدنيا مقامه أعظم من الولي الظاهر في الدنيا في يوم في الآخرة، مقام في الآخرة أعظم. نعم. ما أحبوا الظهور ولا أحبوا الشهرة وانتصار الصيت والذكر ولا أهتموا بمحمد عند الناس، فلهذا اهتموا بتصنيف الرجال ما اهتموا بتصنيف الكتب، مع أنهم مع جلالة علومهم وعظم أحوالهم لكنهم ما أحبوا الظهور واختاروا الستر. نعم. فهذا إذا عرفت هذا فما بتحب إلا أن تتبعهم وتتبع طريقتهم. مشربهم أقرب مشرب، من سلك في طريقتهم أقرب الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى وأسهل الطرق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم نعم. فإذا عرفت أن هذا طريق موصل إلى الله فلا بد من علم تتحقق به. فلهذا يجب عليك أن تطالع شيء من الكتب وتتحقق بها وتقرأ على أحد من المشايخ ممن اتصل علمه بهم وسنده إليهم وسندهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. ففي هذه الرسالة اتصال علم بعلم القوم وعلم سيد القوم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكل من عرف طريقتهم وسيرتهم أحبهم. والحب في الله والبغض في الله من أقوى عرى الإيمان. فكل من إذا قرأت سيرتهم وقرأت طريقتهم بتحبهم على طول، بتحبهم لأن طريقتهم أفضل الطرق ولا يوجد عليها انتقاد حتى من المعارضين إلا من حاسد وشاني، هذا مسألة ثانية. أما من المنصف ما وجد عليهم اعتراض أبدا. نعم. فالاقتداء أنت إذا أحببت حتى تقتديه على طول، عرفت؟ إذا أحببت حتى تقتديه افعل كذا افعل كذا أنت على طول. لو كان تحب والدك على طول بتقتديه، لو تحب شيخك على طول بتقتديه. عندنا اقتداء وعمل، أنا أقول لك اعمل كذا سوي كذا، هذا بالأمر. أما الاقتداء بدون أمر، أنت على طول تشوف شيخك كذا تشوف ولدك كذا أنت تقتدي به، هذا اقتداء يسمونه، وهو أفضل من العمل وكلهم على خير. نعم نعم. هذا في المحبة شأن عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء به المرء مع من أحب، ومن أحب قوما وتشبه بهم فهو منهم، يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
من أحب شبابهم فهو منهم في الدنيا وفي الآخرة. فأنت مع هذه المحبة ومع الاتباع تشهد أنك مقصر وأنك ناقص، كما يقول الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من بضاعته المعاصي ولو كنا سواء في البضاعة. يقول الإمام الشافعي، إمام المذهب الذي انتشر صيته، واحد سمع هذه الأبيات من الشافعي قال: تحب القوم وأنت منهم، تحب القوم وأنت منهم، وتكره من بضاعته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. ماك من أهل المعاصي أنت، إلا من أهل الطاعات، لكن من باب هضم النفس وعدم استشعار النفس واستشعار الذات. وهكذا هو شأن العلماء العاملين، شأن العلماء الصالحين، هو كذا على هذه الحالة، على هذه الحالة من التواضع، سيماهم التواضع، وقصد ما يرون نفسهم شيء ولا بعض شيء، وهم علماء أولياء، ما يرون نفسهم عندهم شيء علم، أولياء ما يرون نفسهم عندهم شيء من السر، هكذا شأنهم لمن أراد أن يقتدي بهم. هذا الإمام أحمد بن زيد استنبط لنا هذه المسائل كلها في هذه الرسالة من كتب حجة الإسلام الإمام الغزالي. فهذه بداية لمن أراد البداية في طلب العلم، فهي أول قدم، فصارت من السلم التعليمي لمن أراد أن يتعلم، يبدأ بهذا الكتاب تعرضا للبركات والرحمات التي نزلت عليه والتي ينالها من مصنف هذا الكتاب إمام عارف بالله حاله، كحال الشيخ عبد القادر الجيلاني بشهادة الإمام الحداد، وعلمه كالشافعي فيسمى شافعي زمانه، فهو جيلاني الحال وشافعي العلم، فحتى سمي شافعي زمانه بتسمية الإمام الحداد لو بذلك. نعم، وهذه شهادة من عارف بالله. فلهذا يقول الإمام، دعا الإمام الحبيب أحمد بن زين يقول: فمن عرف هذه الرسالة وعمل بها على الوجه المطلوب وقام بها المقام التام، قال: نرجو الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه سبحانه وتعالى أن يكون من أهل العلم ظاهرا وباطنا، دعوة من على لسان عارف بالله، نرجو من عرفها وعمل بها، دعوة من لسان عارف بالله، نرجو من فضل الله وكرمه سبحانه وتعالى أن يكون من أهل العلم الظاهر والباطن، من أهل العلم الظاهر الراسخين في العلم ظاهرا وباطنا. من هم الذين رسخوا في العلم؟ هم أرباب العلوم والأعمال وأرباب المعارف والأحوال الذين تمكنوا في العلوم في ظاهرهم وفي باطنهم، وبالله التوفيق، والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد، فالله يوفقنا لما فيه رضاه ويجنبنا كل ما يسقط عنا يا رب العالمين. نعم، فأعز ما نزل من السماء إلى الأرض التوفيق، وأعز ما صعد من الأرض إلى السماء الإخلاص، وعكس التوفيق الخذلان، خلق قدرة المعصية في العبد، فلان مخذول أي غير موفق للطاعات، وفلان ما شاء الله موفق عنده مال يتصدق، موفق للطاعات الخيرات، عنده علم يعلم، وموفق للعمل بالعلم ما شاء الله، هذا توفيق. فدائما نسأل الله: اللهم إنا نسألك التوفيق حتى نفيق، فيسأل العبد دائما مولاه التوفيق، فالله يوفقنا لما فيه رضا عنا ويجنبنا كل ما يسخط عنا ويرزقنا التوفيق حتى نفيق، ويجعل الدنيا فائدين لا في قلوبنا، ويبعد عنا وساوس الشيطان، ويبعد عنا الهوى، ويبعد عنا شهوة النفس، ويحفظنا من كل ما يسخط الرحمن، ويوفقنا لكل ما يرضي الرحمن على سنة حبيب الرحمن محمد سيد الأكوان صلى الله عليه وسلم، إنه على ما يشاء قدير بجبس يدير، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، قال لنا من ربنا تقبل منا، تب علينا، واغفر لنا، واغفر لنا.
يا الله يا قريب يا محمد والمحبين ورحمة الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.